إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. طبتم أحبتي وطاب ممشاكم، وتبوأتم إن شاء الله من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته. أيها الأحبة، روى الإمام الحاكم رحمه الله في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الأحبة موعظة بليغة جامعة، نصيحة غالية من الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه ولنا أجمعين. وفي الحقيقة أيها الأحبة، هذه النصيحة وهذه الموعظة، هذا الحديث الشريف بهذه الكلمات الجامعة يحفظها الجميع، لكن ولا واحد يتذكرها إلا حين يبلغ من الكبر عتيا، أو يمرض، أو يفتقر، أو تأتيه الخمس التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيه قبل أن يغتنم الخمس الأخرى. فمن يستغل شبابه الآن قبل هرمه أو هرمه، قبل أن يكون هرما أي كبيرا في السن عجوزا؟ ومن يستغل حياته قبل أن يأتيه الموت فساعتها يقول: رب ارجعون. ومن يستغل غناه قبل أن يأتيه الفقر، لا يذكر أنه كان غنيا وكان يستطيع أن يفعل الكثير بالمال إلا حينما يفتقد المال ويفتقر. وهكذا مع الخمس التي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتنمها قبل أن تأتينا أحوال خمس أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أجمعين أيها الأحبة، ومعظم من يجلس معنا شباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل إيه؟ قبل هرمك أو هرمك. فمن يستغل أيها الشباب الحضور الكرام، من يستغل الآن شبابه قبل أن يصاب بالهرم أو بالشيخوخة؟ الشباب أعظم فترة في حياة الإنسان، ولذلك الإنسان يسأل عن حياته يوم القيامة، عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه سؤال خاص، مع أن الشباب يدخل في مرحلة العمر كله، ولكن مرحلة الشباب لها سؤال خاص. الإنسان يسأل عن حياته بوجه عام، عن عمره فيما أفناه، ويسأل عن الشباب فيما أبلاه، أين أبلى شبابه، في أي شيء أبلى شبابه. فيسأل عن الشباب، عن مرحلة الشباب، لأنها مرحلة العطاء، مرحلة العمل. وإذا لم يعمل الإنسان في شبابه فمتى يعمل؟
إذا لم يعمل الإنسان في شبابه وعنده الوقت وعنده الصحة وليس عنده أعراض الكبر من أعراض الشيخوخة، يعني أحد العلماء يقول يعني الإنسان طبعا لما يكبر كما تعلمون تدخل عليه أمراض كثيرة، وإن لم يدخل عليه شيء فإن أعراض الشيخوخة تأتيه. أحدهم يقول كان عند طبيب وكان عنده رجل يعني كبير في السن شوية، فكشف عليه الطبيب قال ما عندك شيء إلا أعراض سنك، يعني الأحوال اللي بتأتي للي في سنك اللي هي أعراض الشيخوخة، عدم القدرة على النوم، أنه يشتكي من بعض المفاصل، يشتكي من بعض التعب، لا يستطيع أن يقوم كثيرا، لا يقوى على الصيام مثلا أو الجوع فلا بد وأن يأكل، لا بد وأن يشرب، لا يستطيع أن يصبر وهكذا. فمرحلة الشباب مرحلة عمرية هامة جدا، ولذلك أيها الأحبة من يستغل من شبابنا، من يستغل هذه المرحلة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي عبادة الله، جعل الله سبحانه وتعالى له مكانة عظيمة عنده، فهو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله، يعني نشأ في شبابه في عبادة الله، لم يضيع هذه المرحلة، مرحلة الشباب التي يستطيع أن يذهب هنا وهناك، أن يقوم بالليل وأن يصوم بالنهار وأن يذهب إلى عمله، لأنه ما زال شاباً، مرحلة قوة وفتوة، مرحلة عطاء. ولذلك أيها الأحبة من حفظ شبابه حفظ الله سبحانه وتعالى له شيخوخته، من حافظ على نفسه في شبابه من المعاصي حافظ الله سبحانه وتعالى عليه حينما يكبر سناً. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. أحد العلماء يحكي عن صديق له أب كبير، هذا الأب يقول كنت أزوره وأجلس مع أبيه، هذا الرجل الكبير في السن هذا والد صديقه، يقول بلغ من السن 100 أو 105 أو أكثر 105، يقول كنت أحب أن أجلس بجواره كثيراً وأستمع إليه لبعض القصص، فكان قد حكى لي قصة، يقول كنت أذهب لهم ربما مرة في العام وأجلس مع أبيه أكثر مما أجلس مع صاحبي هذا، يقول فاستمعت منه لقصة لا أذكرها جيداً أو حيثياتها فأردت أن يعيدها لي، قل أنا مش فاكرها فأحببت أن يعيدها لي، يقول فلما جلست معه قلت له لقد حكيت لي قصة العام الماضي أو لقد حكيت لي قصة، أو سأله عن قصة ما، قال لقد حكيتها لك العام الماضي، العام الماضي أنا قلتها لك، هذا العام أقول لك قصص جديدة. فتأملوا أيها الأحبة كيف أن الرجل عقل ما حكاه لضيف كان عنده لمجرد نصف ساعة أو أقل أو أكثر، يذكر جيدا ما الذي حكاه له بالضبط. وبعضنا لو سألت، إحنا تكلمنا في إيه بالأمس، الله يعوض علينا، مشغولين، نعم نحن مشغولون بأشياء كثيرة. هؤلاء كانوا يحفظون الله سبحانه وتعالى في شبابهم فحفظ الله عز وجل عليهم شيخوختهم. نفس العالم يقول كان لي رجل أعرفه جيدا، كان يعمل في مكان حساس للغاية في مصلحة حكومية، يقول هذا الرجل لو أراد أن يكون من أغنى الناس عنده يعني الملايين من الأموال لكان بالرشاوة، لكنه ما كان يرضى بالحرام أبدا. يقول مرة سألني وقال لي كم تعطيني من العمر، يقول فقلت أعطيك 60 عاما، قال إن عمري 75 عاما، ما تعطي عمره، يقول أنا أعطيه 60 عاما وكثير كمان 60 عاما عليه،
ويتمتع بالصحة والحيوية، يقول: وكان يلعب مع الشباب ويجري معهم، فقلت له: ما سر هذه الحيوية وهذا النشاط الذي عندك؟ يقول: والله يا بني، ما أكلت رغيفا حراما ولا فعلت حراما في حياتي، لا في شبابي ولا في كبري، فلذلك حفظني الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أيها الأحبة، اغتنم شبابك قبل إيه؟ قبل هرمك. مرحلة الشباب مرحلة العطاء، مرحلة الجد والاجتهاد. فيا أحبابي، املأوا الشباب، املأوا أوقاتكم بطاعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق الأيدي لتعمل، كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب: فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. أيها الشاب الحبيب، أخي وحبيبي، يعني اغتنم مرحلة الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنك لو سلمت نفسك للنفس الأمارة بالسوء وللشيطان، والله إنهما يعني سيجعلانك تبعد كثيرا جدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أقول ناصحا لإخواني وجميع إخواني طبعا الجالسين من الشباب، إنه يستغل مرحلة الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى، في الحرص على صلاة الجماعة، في الحرص على قيام الليل، في الحرص على صيام النهار إن استطاع، في الحرص على تقديم الخير. بعض الشباب طبعا يبتعد عن المساجد، قل له يعني لماذا تضيع شباب مرحلة يعني عظيمة جدا؟ قل لك: مشغول بكذا مشغول بكذا. يا أخي، هذه مرحلة لا يمكن لك أن تضيعها، ستسأل عنها سؤال خاص. ثم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: اغتنم شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك؟ مرحلة الحياة أيها الأحبة مرحلة عظيمة جدا، وهي نعمة من نعم الله عز وجل علينا، أن الله سبحانه وتعالى جعلنا ما زلنا على قيد الحياة هذه نعمة. ولذلك نحن حينما نستيقظ من النوم ماذا نقول؟ الذي إيه؟ أحيانا، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه فعلا أن يحييك الله عز وجل بعد الممات هذه نعمة. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الحياة، لأن الحياة نعمة عظيمة من الله عز وجل إن استغلها الإنسان في طاعة الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن إيه؟ وحسن. فكلما يطول العمر ندعو الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أعمارا مديدة في طاعته. كلما طال العمر أيها الأحبة وحسن العمل، كلما كان ذلك خير لك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أحد الصحابة لما مات، وكان له أخ آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فمات شهيدا في المعركة، مات شهيدا، ثم دفنوا، وبعد أسبوع مات أخوه الذي آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فلما دفنوا أخاه الآخر بعده بأسبوع بجمعة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وهم يدعون لهذا الرجل الذي مات يقولون: اللهم اغفر له وارحمه وألحقه بصاحبه، ألحقه بصاحبه، لأن الآخر مات شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال: إن ما بينهما كما بين السماء والأرض. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أوليس قد مات بعده بجمعة؟ قالوا: نعم. قال: فأين صلاته وأين صيامه؟ مش صام وصلى أسبوع زيادة؟ إذن هذا في ميزان حسناته. لذلك العمر الطويل أيها الأحبة في طاعة الله عز وجل نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الحياة، وينبغي علينا أن نستغلها وأن نغتنمها قبل الموت، قبل أن يأتي أحدنا الموت. ساعتها كما قال الله سبحانه وتعالى يقول العبد: رب ارجعون. لماذا؟ يقول العلماء: ما تمنى والله، كما يقول قتادة رحمه الله، يقول: والله ما تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليستزيد من المال ولا ليبني المنازل
ولا ليجني الثمار. مش بيقول رب يرجعون كنت ناسي شوية أموال عند فلان أخدها، ولا كان في بيت ما كملتوش أكمله، ولا في ثمار لبستان ما لابد وأن أجنيه. يقول ما يتمنى ذلك، وإنما يتمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كان بعض السلف يحفر لنفسه قبرا وينام فيه ويتلو هذه الآية على نفسه، ثم يقول ها أنت قد رجعت فاعمل، ها أنت قد رجعت. فتخيل كل واحد منا يتخيل يعني أنه مات، وكل نفس ذائقة الموت. تخيل أنك مت وتتمنى كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، تقول ربي ارجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تأمل هذا المعنى وتخيل أنك مت ثم رجعت مرة أخرى إلى الدنيا، الآن رجعت إلى الدنيا، ماذا تعمل؟ تعمل صالحا، تعمل صالحا، وتستغل هذه الحياة. الحياة أيها الأحبة ثمينة وغالية، ولا يعرف قيمتها إلا الموتى. لذلك كما قالوا أحد السلف يقول أنه نام بجوار المقابر فسمع صوتا ربما في منامه يقول أنتم تعلمون ولا تعملون، ونحن نعلم ولا نعمل، وكم كنا نتمنى أن نكون مثلكم فنعلم بما نعمل. لما يموت الإنسان يعلم علم اليقين قيمة العمل، فيتمنى أن يرجع مرة أخرى ليعمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا قبل أن يأتينا الموت، يقول اغتنم حياتك قبل إيه؟ قبل موتك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا واغتنم صحتك قبل مرضك أو قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. هكذا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة، يوصينا النبي عليه الصلاة والسلام أن نغتنم الصحة والفراغ في طاعة الله سبحانه وتعالى. والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. كل واحد منا صحيح في جسده، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا صحة الأجساد وعافية الأبدان والعمل الصالح الذي ينفعنا. الصحة يا أحبابي تاج على رؤوس الأصحاء، لكن المشكلة أن الصحيح لا يعرف قيمة هذا التاج الذي على رأسه، لا يراه ولا يعرفه إلا من فقد هذا التاج، أصحاب المرض. أسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض. المرضى هم الذين يعلمون قيمة الصحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اغتنم صحتك قبل إيه؟ مرضك. لأن الإنسان لو مرض أيها الأحبة فإنه لا يقوى على عمل كان يستطيع أن يعمله وهو صحيح. أنت الآن تستطيع أن تصلي، لكن لو مرض الإنسان يستطيع أن يصلي وهو واقف؟ لا يستطيع. يستطيع أن يقف في صلاة القيام مثلا؟ لا يستطيع. صاحب الصحة والقوة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها يستطيع أن يقف، أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى بالساعات الطوال، أما المريض فلا يستطيع. الصحيح يستطيع أن يصوم والمريض لا يستطيع أن يصوم. الصحيح يستطيع أن يمشي في طاعة الله يزور مريضا مثله. الصحيح يستطيع أن يمشي في قضاء الحوائج، وأما المريض فإنه لا يقوى على فعل من هذه الأفعال. ومن لطف الله سبحانه وتعالى وكرمه بنا أيها الأحبة أن الإنسان منا إذا ما مرض أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فاعمل وأنت في صحتك، حتى لو الإنسان مرض يكتب له ما كان يعمله حال الصحة، لكن ما كان بيعمل شيء حال الصحة كيف يكتب الله سبحانه وتعالى له؟ لا يكتب له شيء، وما كان يعمل أصلا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم واغتنم فراغك قبل شغلك، قبل أن تشغل. أنت الآن عندك فراغ، عندك وقت، استغله، بدل ما تستغله في المعاصي، بدل ما تستغله كنا بنتكلم بعد صلاة الظهر في سماع المباريات، في تصفح الأخبار، وكأن يعني الجميع اشتغل بالسياسة،
يتصفح الأخبار. يا أخي والله الواحد بيأسف في بعض الأحيان، بعض الإخوة ونحن في درس مثلا مثل درسنا هذا الذي تحفون فيه ملائكة الله عز وجل، أو حتى في خطبة الجمعة، ألقى بعض الإخوة مسك الهاتف وفتح لي الفيسبوك، يا للمصيبة، يعني ما عنده وقت فراغ أبدا يضيعه خارج الفيسبوك. نعم، ما مش عاوز يضيع، مش عاوز يضيع وقت. يا أخي الفراغ نعمة من الله سبحانه وتعالى، والله لا يعرف قيمته إلا المشغول. ذكرت لكم هذه القصة من قبل، أحد الإخوة الأحباب يحكي لي كان في ميلانو، يقول لي والله يا شيخ وأنا كنت أول ما جيت من 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 مصر، فيقول ما وجدت عمل، وبعدين عملت حادثة كسيدة، ولا اسمها اللي بدور على كسيدة، فيقول جلست 3 سنين من غير شغل، 3 سنين من غير شغل، بقول والله قرأت فيهم قرآن. هو رجل طيب أصلا يعني، وكان بيحفظ قرآن وهو صغير، يقول قرأت فيهم قرآن وما في صلاة كنت أتركها أبدا، وكنت أصلي في الوقت وأصلي جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى قواني شوية. يقول عملت فيها أعمال صالحة كثيرة جدا، يقول أول ما اشتغلت الصلاة هملتها، ما عندي وقت أروح أصلي جماعة، ما عندي وقت أصوم زي الأول في الشغل، شغال ما يقدرش يصوم، يعني يكفي أنه يصوم رمضان، يعني لو استطاع أن يصوم أي نافلة بعد رمضان، يعني إحنا مش هنطلبه بالنوافل، لكن أنا بستشهد أن الإيه الشاهد يعني أنك أنت ما عندك، لو عندك وقت فراغ، كلما يكون عندك وقت فراغ استغله في طاعة الله عز وجل، ما تضيعهوش. يقول أن لا أستطيع أن أفعل ما أفعله أو ما كنت أفعله ووقت فراغي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا نعمتان مغبون يعني مخدوع فيهما كثير من الناس، الصحة والإيه والفراغ، الصحة والفراغ، الإنسان مخدوع فيهم. كل واحد فينا مفكر أن الصحة أدنى صحة، أبدا أبدا، والفراغ أيضا هيظل مسيطر على وقته، وقت ما يحب يعمل يعمل، وقت ما يترك يترك، لا، سيأتيك ما يشغلك، فلذلك استغل. كان أحد العلماء مر على أناس يجلسون على القهاوي يلعبون بالنرد والأشياء اللي بيلعبوها، فوقف يتأمل، فأحد الناس قال له استغرب إنه هذا الرجل اللي هو علامة الشام جمال الدين القاسمي رحمه الله، يقول له فأنت واقف يعني، تعجب إنه واقف أمام القهوة بينظر على أصحاب القهوة يعني اللي جالسين عمالين يلعبوا الضمنة والنرد والأشياء دي، فقال له ماذا بك؟ قال لو أن هؤلاء يبيعونني وقتهم والله لاشتريته منهم. بعض منا طبعا بيجلس خاصة في نهار رمضان، يقول لك النهار طويل تعالى نسليه في أي شيء، يفتح التلفاز، يفتح أي مباراة مع الهاتف، وبعضهم طبعا بيلعب الكوتشينة، اسمها الكوتشينة في مصر، اسمها الكوتشينة هي الورق، وبعضهم يلعب الضمنة في رمضان حتى يضيع الوقت. يا أخي استغل الوقت، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم هذا الوقت في قراءة القرآن. يا أخي ما بتعرف تقرأ، ما لكش عذر، اسمع، ما بتعرفش تقرأ قرآن، اسمع قرآن، اسمع درس. وكل الآن الناس كلها الآن يعني إن لم يستطيعوا التعامل مع الهواتف الحديثة ويستطيع أن يدخل على النت ويسمع اللي هو عاوزه، فعنده التلفزيون يستطيع أن يجيب قناة دينية، يسمع أي قناة دينية على الأقل. يا أخي هات قناة السنة النبوية يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قناة القرآن الكريم ويسمع قرآن كريم، لا عذر لأحد أنه يضيع فراغه هكذا. واغتنم فراغك قبل شغلك، والأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم واغتنم غناك قبل إيه؟ قبل فقرك. وقد يفقر الإنسان أيها الأحبة بعد غناه، ولا ينفعه إلا ما قدمه عند ربه سبحانه جل في علاه. فالواجب على العبد أن يغتنم هذه الأمور الخمسة
قبل أن تأتيه خمس أخرى لا يستطيع ساعتها أن يقدم خيرا لنفسه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.